النهاردة وزير التموين خالد حنفي واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي عقدوا مؤتمر لمواجهة الغش التجاري وحماية العلامة التجارية. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع عشان نستكمل فقراتنا في مساء القاهرة. في إطار دورة الدولة لحماية المستهلك وضبط آليات العمل بالأسواق التجارية، تطلق وزارتي الانتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية أول حملة إعلامية للنظام التفاعلي لحماية العلامات التجارية، وهو النظام متطور لحماية السلع الأصلية ومكافحة المنتجات المخشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق. بنعمل نقطة بداية الحاجة إن شاء الله لما يتم اكتمالها هيكون عمل يجعل نظام التجارة الداخلية في مصر نظام جاذب جدا للاستثمار من الخارج، جاذب جدا للاستثمار حتى في قطاعات الانتاج ذات الصلة، لأن المنتجين العالميين لما بيجوا في أي دولة بيبقوا مهتمين جدا أن يضمنوا أن الأسواق الداخلية أسواق منظمة وأسواق رسمية. هذا الموضوع بيهدف إلى كل المنتجات المصرية وكل، وإن شاء الله هنوصل كمان لكل ما يستورد. يعني أي واحد مستورد هيجي يقول لنا أنا هستورد كذا من الجهة الفلانية بكميات كذا، هنديله الملصقات اللي يحطها على المنتجات بتاعته اللي جاية من الخارج، بحيث يبقى هو معروف أن ده منتج أصلي أو مستورد من جهة بشكل رسمي. ويتم تفعيل النظام التفاعلي لحماية العلامات التجارية عبر تكويد العبوات الأصلية لمنتجات الشركات العاملة بالسوق المصرية، بحيث تمكن المستهلك من معرفة بيانات المنتج وتأكيد تصنيعه بمصانع الشركة عبر خدش الباركود الملصق على المنتج. بنتكلم النهاردة على أن يبقى فيه نظام الحكومة بتشرف عليه لحماية العلامات التجارية، ده يشجع المستثمرين الأجانب أنهم يدخلوا مصر، يشجع المستهلك اللي بيشتري أنه يقدر يتأكد من أصلية المنتج. كنا دايما بنسمع بقول لك والله أنا هشتري اللي جاي من بره عشان أنا متأكد أنه أصلي، أنا بمسافر هشتري، لا دلوقتي مش هيبقى عندك الحجة دي، الحاجة هتبقى قدامك تقدر تتأكد أنه أصلي أو مش أصلي. المواطن اللي بيقدم يشتري أي سلعة، أي سلعة سواء غذائية أو سلعة صناعية أو سلعة استهلاكية خاصة بيه كهربائية أو أدوية حتى، بيخدش الباركود للتأكد ان ده المنتج اللي هو بيشتريه اصلي او مقلد. علامة تجارية معناها منتج مسؤول عنه شركة محددة بعلامة تجارية محددة بمواصفات محددة المستهلك بيثق فيها. دور الصيدلية ان هي بتتأكد ان هذا المنتج هو صاحب العلامة التجارية الحقيقية الاصلية ومفيش فيه اي تقليد او غش. تستهدف الحملة خلق نظام تجاري جديد يضمن سوق خالي من الغش، كما يمكن هذا النظام صاحب العلامة التجارية من الوصول لمستهلك منتجه عبر أساليب دعائية جديدة، وبالتالي الحصول على معلومات دقيقة بجانب حماية لقاعدة بيانات الشركة التجارية والصناعية. ماريان ماجد، تان تي في.